الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حواره مع قداسة البابا إلى لقاء الأديان ومختلف الشعوب والثقافات، كان من الطبيعي من خلال حكمته وثاقب رؤيته أن يدعو إلى الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة، ولذلك كانت دعوته ذات صدى مؤثر ومهم وكبير، وهو دعوته إلى الحوار بين مختلف المذاهب الإسلامية مع مذهب الشيعي أيضا من أجل تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وبذلك نعطي الصورة الواضحة عن علاقات المسلمين بعضهم مع البعض الآخر، ونعطي الصورة الجميلة عن وحدة هذه الأمة التي تضعف ما يسمى بصورة الإسلاموفوبيا في العالم، بأن دعوتنا دائما هي دعوة للوحدة والتآلف والتعارف.